جميلة كانت من أول نجوم جيل الشباب اللي نزلوا أغاني جديدة هذا الصيف، فهي نزلت ألبومها بنت حديدية على عيد الفطر. حتى كمان فكرة الكفر غريب شوي، والصور اللي موجودة كمان بالألبوم لتناسب طبيعة الأغاني اللي فيها. هي عملت فوتو سيشن بدبي لما كانت بتحضر للألبوم، وصبحي كان معها بهاليوم. لكن بس وصلت تنشطي جميلة وصاري جاهزة للتصوير. كأنينا بالبيت. وأول شي لاحظته قبل ما نبلش أنا ضعفانة ونازل وزنة عن آخر مرة شفتها. عم تنزلي وزنك صح؟ نزل كتير؟ قدي نزل؟ كم كيلو؟ هلأ 7. 7؟ والله 4 لوكات طلت فيهم جميلة على غلاف الألبوم. أول واحد كان very simple مع شعر wavy وناتشرال. هاد اللي بتشوفوه أول لوك. أول لوك شو اسمه؟ واعية من النوم. أما اللوكات الثانية فكانت كلها باللون الأسود، وأكيد مستوحاة من اسم الألبوم امرأة حديدية. Strong woman. Strong woman. أوكي yeah. اللي بتقدر تعمل كل شيء. Yes. أوكي يعني بتشوف فيها. اللي ما بتحتاج حدا بحياتها، اللي فيها تعمل كتير أشياء لحالها، تعتمد على حالها. وهالمود شفناه بكليب الأغنية كمان، واللي ظهرت فيه بلوك Iron Woman وأهدته لكل نساء العالم العربي، وصار محقق نسبة مشاهدة وصلت لأكثر من 5 مليون فيوز. وأكيد هالأغنية ما كتير بعيدة عن جميلة اللي اعتمدت على نفسها من هي وصغيرة. جميلة مستقلة صار لك فترة وقعدة لحالك هون صح؟ طلعت من بيتنا وأنا صغيرة، فشفت الحياة وأنا على صغر، يعني نضجت مع أنا عم بكتشف وعم بنضج. آخر تجربة تعلمتيها شو هي؟ آخر تجربة تعلمتها لإلي أفكر بحالي شوي. تصيري أنانية. وما دام صار لازم تفكر بحالة، أول شيء إجا عبالي أسأله هو أنت تتجوزي؟ شوف نط من هون لهون. لا لا ما نطيت من هون لهون على فكرة، انتبهي. مدام صرتي مركزة على نفسك سو معناتها هلأ صرتي كمان بدك تركزي على أنه نتجوز نعمل عائلة. ايه ان شاء الله أكيد. أكيد هاي حلم كل بنت وان شاء الله أكيد. تتجوزي مغربي ولا مش ما ضروري؟ عادي يكون، ممكن يكون مش مغربي ويمكن يكون مغربي.